الأسبوع ذا بنهاية الأسبوع باستقالة المدرب نصيف اللبيوي، رغم أن الأمور 5-5 في الأولمبي البيجي. معنا بالتليفون نصيف اللبيوي، كوتش أهلا بيك. مرحبا بك أخويا وجميع المستمعين وبالإخوان اللي معك. شكرا لك. معنا مختار دبوس، عمجد القبنطيني، وليد الحراج، وكذلك بلال الفضيلي. نشرف بهم الكل. نصيف، استقالة المفاجئة، الاستقالة اللي كانت تقريبا الأمور كانت 5-5 البيجا في الصدارة، ما كناش نستناو في البداية القوية هذه، خاصة بعد الظروف وخروج برشا لاعبية من الفريق، لكن الاستقالة جات في وقت غير متوقع. الحقيقة معناها هو فك ولا فسخ عقد بالتراضي، ما هوش استقالة. أنا طرحت فكرة المغادرة على إدارة النادي، لأنه معناها فرصة تعتبر محترمة رياضيا، نأكد اللي هي رياضيا معناها فرصة محترمة في المملكة العربية السعودية. تعرفوا السنوات الأخيرة معناها المدرب التونسي فقد نوعا ما مكانته في المملكة، باش لعبات تفهم جاك عرض من نادي الباطن هكا. والله معنى أكثر من فريق، لكن نادي الباطن صحيح، نادي الباطن السعودي في دوري الدرجة الأولى اللي هو القسم الثاني عندنا في تونس. لا، ما اللي هو الدوري الأيمن نجم تقول لك هيك، ولكن مستوى المنافسة منافسة عالية جدا، ومعنى المشروع نتاع النادي هو إعادة الفريق للممتاز، والعرض معناها ينجم يكون على مدى طويل إن شاء الله، لأنه طموحنا الكل أن نكون متواجدوا مع ثلث المدربين العالميين اللي المملكة العربية السعودية تستقطب فيهم. كوتش، نعرفك اللي ما تهمكش برشا الفلوس أنت، معناها استغربت الحق، خاصة معناتها كان فما بروجي في بيجا، كأنك كان ما مهمتكش بيجا برشا ومشيت معناتها للسعودية، فضلت مصلحتك الشخصية على مصلحة الأولمبي البيجي. هذا يسوي ولي سؤال نتاع بروفوكاسيون. لا انت تبربش فيا معناها لغه الكوره تبربش فيا. الكلام هذا يتقال في بيجا ولا؟ لا ابدا اطلاقا. معناها انا كي جيت ساعه كيما تفضلت وقلت توا اني ماده هي اخر اهتمامي، انا حياتي كان ديما نلوج على الديفي، نلوج على البروجي اللي نظهر فيه قدراتي، اللي ندخل في تحدي، اللي ما يستناني فيه حتى حد، ونحط معناها نوعا ما شيء من طاقة. الشيء هذا ما عملته في باجة، دخلنا في ظروف صعيبة ياسر، الناس الكل تعرف فريق معناها صعيب الظروف البشرية المادية إلى آخره، قبلنا التحدي، مشينا جيسكو بو مع الفريق. توا كيما حكيت لك الفريق معناه متصدر البطوله التونسيه، ظروفه باهيه، المجموعه تقريبا على كامل الاتم الجاهزيه، اذا مش 100% راهي 80% من الجاهزيه. بعدين انا توا تجيني فرصه هكا ما هي الشخصيه، ممكن اني باش نهزها لثنيه اخرى واللي هي ثنيه صحيح. هذه فرصه للمدرب التونسي، هذه فرصه للمدرسه التونسيه انها ترجع يكون لها تواجد خارجي. السنوات الاخيره في الخليج العربي بصفه عامه كقوات الانفستيسمون في كره القدم، الاستقطابات نتاع المدربين اصبحت استقطابات عالميه، الناس تعمل تشامبيونز ليغ منتخبات عالميه. انا كمشجع الاولمبي البيجي، الكلام اللي تقول فيه توا مع احترامي ليه ما يعنينيش برشا، يهمني كان مصلحه جمعيتي انا، شنو هي وضعيتي كالمدرب يخليني والامور ماشيه، معناها شنو هي موقفي انا كمشجع الاولمبي البيجي. عنده الحق، راني نتفاهم انا اي انسان، معناها اي انسان يغير على جمعيته ويحب على جمعيته عنده الحق باش يتاسف، عنده الحق باش يقول لك انا علاش ولا يتساءل، لكن فما عده اعتبارات. هي شوف انتم ادرى مني والواقع شيقول في تونس ولا في الوطن العربي بصفه عامه ما فماش ستابيليتي. الفريق اللي ما تمشيش نتائجه مباراه واثنين ينحي المدرب، معناها توا هي راهي سيفيس فيرسا. الفريق اللي شو دائما وابدا كل واحد في بعض من الاحيان يمشي للمصلحه الشخصيه نتاعو، وهذا حق انساني مشروع، ما عملتش حاجه انا ما هيش مشروعه ولا عيب. تعرف تحب معناها بقطع النظر على الرياضي زاده حتى ماديا، ما يصيرش نقولها
النقطة هذه ماكش خالص 3 شهور هكا ولا اقل شوي شهرين واكثر معناها فهمتني. اما مش هذه المشكله، ما كنتش نطالب راني، ما كنت نعرف اللي ظروف النادي نبجل انا مثلا في الظروف اللي خدمت فيها نبجل انه رئيسي يعطي التريم نتاع الملعبيه نعطي يعطيهم يقدم لهم سلير على انه يعطيني ليان، ما كنتش نطالب بحتى معناها كما نقولوا مستحقات ماديه ولا مكافئات ولا كذا، وما كانتش اصلا هذه المشكله. ولكن كي يجي عرض معناها محترم على المستوى الرياضي والبالي اللي باش تطلع له أنت كمدرب في الـ في الـ في الـ في عالم التدريب كذلك يقابله معناها قيمة مادية محترمة، نجمش أي إنسان مكاني من نجمش. واضح، يعطيك صحة، شكرا لك كوتش وبالتوفيق إن شاء الله في تجربتك الجديدة ليك في السعودية، وبالتوفيق أيضا الأولمبي الباجي. بعد شوية باش يكون معنا يامن الزلفيني نحاول نتصلوا به، لكن خلينا ناخذ من عندك تعليق على مجد القبنطيني. ما قنعنيش كلامه، علاش؟ خاطر ديما وقت ما يبداوش عندهم عروض هما المدربين التونس بصفة عامة، يبداو يلوجوا في عرض في تونس يلقاو مثلا. كي ما فهمتكش كي يبداو ماهمش مطلوبين باش يمرنوا في السعودية ولا في الخليج، كي يبداو يبداو يفركسوا في عرض باش ياخذوا جمعية في تونس ويعملوا برشا أساليب باش ياخذوا جمعيات. به اليوم الباجة عطاتك الفرصة باش يجي ترجع تراني ونتائجك طيبة وتعرف اللي حقوقك مضمونة، حقوقك مضمونة باش تخلص اليوم ولا غدا باش تخلص. هو نورمالمون اونترنور اون اوروب وقت يسيب جمعية عنده قيمة مالية تفعل الجمعية هذه موجودة في الكونترا نتاعو، ما يعملوهاش في تونس ما تعملهاش. دونك انا نقول اخلاقيا اخلاقين اليوم انت عملت نتائج طيبه وبالعكس الناس كل ما انت تكلمت على باجا وعليك انت كيفاش عملت نقله جماعيه رغم اللي باجا خرج برشا من لعبيه. دونك اليوم تخلي باجا بعد بري ماتش كانت ماتش الاولى ورابحه وخذيت معناتها الطريق نتاعها وتخليها وتمشي اخلاقيا قول لي عندي رغبت مصلحه معناتها غاديك فما هو تكلم على على معناتها فما بروجي في السعوديه وش علينا وش علينا في تونس بيجا عامل بروجي معك عامل بروجي معك شوف وين فما الفلوس تقل لي زونتونور يترميو. هو قال بلا خلاص لك انت هو قال معناتها اخلاقيا، لكن هنا حتى هو يقول لك مثلا الانديه في تونس اقل ريزولتا معناتها ما تمشيش كيف كيف نشوف السعوديه ليه لا كيف كيف السعوديه اكثر اكثر من تونس يقول لك دونك كل واحد يلوج على مصلحته. انت سيارت بلال وتعرف شنو موقفك كي تصير حاجه من النوع هذا؟ موقفك بتبيع هنا اذا كانك باش تكون ما تنجمش تكون نوتر في الموضوع هذا، يا اما باش تكون مع المدرب اذا كانك مدرب اذا كانك في بلاصته راه اللي عامله هو يعملوا اي مدرب وعملوه قبل مدربين كبار بما فيهم مدرب المنتخب تو. دونك واذا كانك من مسؤول انا اذا كان جيت مسؤول في باجا باش نقول لك مش اخلاقي اللي عملوا وما يجيش وخلى جمعيه بيان كلاسي وكذا وكذا. لكن كما قلنا ما تنوافق قومانتيني انا بور اون فوا اتفقنا اليوم حاجه اموات توافقنا في حاجه دونك نوافقوا له انه كان ينجم يكمل مع باجا لانه حتى مصيره مع الفريق السعودي مش مضمون معناها 100% يعني نجم كان ينجم مع باجا يكمل السيزون يمكن ان شاء الله احنا نتمنى له الخير لكن تنجم ما فهمت تجري الرياح وبما لا تشتهي السفن تنجم تكون مسيرتك في الفريق السعودي اقصر من اللي كانت باش تكون مع باجا ما فماش حاجه مضمونه في كره القدم تكون تضرب على البار تلقى روحك هذا هو ما هذا هو قدر المدرب فهمت هو خير وانه يغلب مصلحته الشخصيه على مصلحه النادي هذه هي الخلاصه.